تحديدا تم تحديد موعد رسمي للاجتماع باحمد فتحي يوم الاثنين كويس ان شاء الله لتجديد تعاقده خلال الفتره الجايه او موقف احمد فتحي خلال الفتره. طيب هم كانوا اربع لعيبه واحنا قلنا هنا وانا قلت لك هنا هم بقوا ثلاثه مش اربعه. الشريف اكرام ومع الوقت ممكن يكونوا اثنين في الخطوه اللي جايه وربنا يكرمه بشكل كبير طبعا في النادي اللي هيختاره اللي هو نادي بيراميدز فربنا يكرمه. وده بقى انت حسمتها وده بقى واحد من كوادر النادي الاهلي في المستقبل اللي هيكون له دور كبير جدا 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 في النادي الاهلي. وسجل الكلام ده عليا شريف اكرامي ان شاء الله قيمه وقامه وموهبه واداره وحاجه كده تشرف النادي الاهلي واختياره لنادي غير جماهيري معلوم وحقه الكامل اللي النادي الاهلي ما صادرش هذا الحق منه وقال له عايز تمارس العب وبالتالي كان قال لك انا عارف متفاهمه وشريف كان متفاهم. اثنين وليد سليمان جدد امضى على بياض سنتين توكل على الله مضى. حسام عاشور